أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو حكم استخدام العطورات التي يكون بها كحول؟ إذا ثبت إن فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن استعمال للخمر، فلا يجوز هذا. ما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان مجرد شائعة ولم يثبت فالأصل الإباحة، الحمد لله. نعم.